السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحافة لهذا اليوم. نبدأها من صحيفة الرأي الأردنية، حيث كتب صالح القلاب مقالا بعنوان شر البلية ما يضحك. قال فيه: كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذ أنا من سخريات القدر في هذا الزمن الرديء أن يصل الإفلاس بالأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون حد إرسال الأخضر الإبراهيمي إلى طهران لاستنجاد بالقيادة الإيرانية وعلى رأسها المرشد الأعلى خامنئي، لتليين موقف الرئيس السوري بشار الأسد واستدراجه للقبول باستئناف مفاوضات جنيف على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 الذي نص على ضرورة تشكيل هيئة حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تشرف على كل الأوضاع في سوريا إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تضع البلاد على الطريق الديمقراطي والحريات العامة. والواضح من خلال هذا التوجه المستغرب فعلاً أن الأمم المتحدة في ضوء هذا التقاعس الأمريكي والتردد الأوروبي قد وصل بها الإفلاس إلى حد الاستنجاد بالدولة التي تعتبر أن هذه الحرب المحتدمة في سوريا هي حربها، والتي لها قوات تقدر بعشرات الألوف تقاتل منذ اليوم الأول لانفجار هذه الأزمة إلى جانب بشار الأسد. والمؤكد أن بان كي مون ومبعوثه إلى طهران الأخضر الإبراهيمي يعرفان أن إيران لا يمكن وعلى الإطلاق أن تكون وسيطاً، اللهم إلا إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة يريد ترتيبات عسكرية وسياسية لاستسلام المعارضة السورية، وهذا غير وارد على الإطلاق ولا يمكن أن يكون ولا يجوز التفكير فيه حتى مجرد التفكير. كان الأمريكيون ومعهم الأوروبيون قد حالوا دون حضور إيران مؤتمر جنيف الأول ومؤتمر جنيف الثاني، والحجة أن طهران التي تعتبر طرفاً رئيسياً في القتال لا يمكن أن تكون وسيطاً. والآن إذ يرسل الأمين العام للأمم المتحدة مندوباً لاستجداء الوساطة الإيرانية، فإن الإيرانيين سيجدون الفرصة سانحة لإملاء شروطهم التعجيزية على بان كي مون، وليطالبوا باعتبار المعارضة السورية المسلحة مجرد مجموعات إرهابية يجب تقديم مطلب القضاء عليها على أي مطلب آخر. إنه غير ممكن أن يتصور إنسان عاقل أن تتحول إيران من طرف أساسي ورئيسي في هذه الحرب الظالمة التي يشنها بشار الأسد على الشعب السوري أن تتحول إلى وسيط محايد، وحقيقة أن هذه الخطوة المثيرة للتساؤلات التي أقدم عليها الأمين العام للأمم المتحدة ليست معيبة وفقط، بل إنها تدل على مدى الاستهتار بدماء مئات الآلاف من السوريين. فالمفترض أن يطالب بان كي مون الإيرانيين بسحب قواتهم من الأراضي السورية ووضع حد لتدخلهم الشائن في شؤون دولة عربية من المفترض أنها مستقلة وذات سيادة، وذلك قبل أن يتحول إلى وسيط يسعى لإصلاح ذات البين بين نظام لم يترك ولا موبقة إلا وارتكبها، وبين شعب كل ذنبه أنه انتفض للمطالبة بالحرية والديمقراطية. إنها مهزلة، وإنه لابد من وضع حد لكل هذا التلاعب المعيب بدماء الأبرياء من السوريين، من أطفال ونساء ومن رجال ثاروا على ظلم أهوج بقي مستمراً في بلادهم لأكثر من نصف قرن. ننتقل الآن إلى صحيفة النهار، حيث كتب أمين قموريا مقالاً بعنوان ليسأل الأوكرانيون السوريين. قال فيه: تيودور روزفلت الذي يعتبر من الرؤساء الأمريكيين العظام اعتمد سياسة خارجية ملخصها تكلم بهدوء واحمل عصا كبيرة. أما من خلفه في البيت الأبيض بعد نحو من 100 سنة باراك أوباما فقد قرر العكس تماما، اصرخ بصوت عال ولا تحمل عصا. خلال الأزمة السورية قررت موسكو منع واشنطن من استخدام مجلس الأمن لنزع الشرعية عن نظام بشار الأسد وتوفير مظلة لتدخل خارجي يعجل في عملية إسقاطه، وكثفت تسليح النظام وأنقذته من الورطة الكيميائية ومنحته عبر جنيف 1 وجنيف 2 فرصة لتحسين مواقعه. في المقابل كان قرار أوباما عدم إقحام أمريكا في حرب جديدة، وصم أذنيه عن المناشدات والصرخات التي تطالبه بالتدخل لوقف الكارثة الإنسانية التي تحدث على الأرض السورية،
واكتفى بإعلان النصر الكيميائي بعدما أذعنت دمشق لقرار تسليم ترسانتها من هذا السلاح بضغط روسي يضمن للنظام بقاءه في مقابل سلاحه النوعي. ولولا الخطر الإرهابي المتجدد على هذه الأرض لما تذكر أوباما أن ثمة أزمة في الكون اسمها سوريا، ولا ما رفع الصوت مجددا. اليوم يطبق الرئيس الأمريكي السياسة نفسها في أوكرانيا، فرد فعل واشنطن على ما تعتبره أوروبا أكبر خطر أمني يواجهها منذ عقود ليس حتى الآن إلا خطابات وشعارات من دون أفعال تذكر. وعندما استضاف رئيس الوزراء الأوكراني المؤقت أرسيني ياتسينيوك إلى مائدة غداء، اكتفى نزيل البيت الأبيض برفع إصبعه لردع الاقتحام الروسي للقرم وأجزاء من شرق أوكرانيا. المسؤولون في كييف كانوا يتساءلون متى ستضع الإدارة الأمريكية قوتها مكان فمها؟ عندما تحترق كييف أم لن تتدخل أبداً؟ الأوكرانيون يريدون دعماً مادياً ومعنوياً وتدخلاً أطلسياً لمواجهة حشود بوتين على الحدود، وأوباما يكتفي برفع الصوت عالياً من دون عصا. بوتين يتصرف مطمئن البال، الولايات المتحدة لم تفعل شيئاً عندما قضمت قواته أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا من جورجيا عام 2008، ولم ترد عندما تجاوز النظام السوري الخط الأحمر الذي وضعه أوباما لدمشق. لو كان قيصر الكرملين الجديد يدرك أن تهديدات أوباما ووزير خارجيته جدية لما ألحق القرم بالممتلكات الروسية. أزمة أوكرانيا لا تقل تعقيداً وخطورة عن الأزمة السورية، وقد تمر 3 سنوات على الأزمة الجديدة كي يكتشف الكثير من الأوكرانيين ما اكتشفه الكثير من السوريين قبلهم، أن الترياق الذي انتظروه طويلاً من العالم الحر لن يأتي أبداً. نواصل معكم مشاهدينا حديث الصحافة، وننتقل الآن إلى وكالة أنباء رويترز التي نشرت تقريراً بعنوان لجنة أممية تحدث قائمة سرية لمجرمي الحرب في سوريا. جاء فيه: أعلنت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا والتابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 18 آذار 2014 عن وجود العديد من الأسماء المدرجة على قائمة مجرمي الحرب في سوريا. وتابعت اللجنة أن القائمة تضم أسماء للعديد من الأشخاص الذين يمكن ملاحقتهم قضائياً بتهمة احتجاز رهائن وتعذيب وإعدامات تعسفية. وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس اللجنة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إن من بين هؤلاء أسماء لرؤساء أقسام استخباراتية وسجون حدث فيها تعذيب، بالإضافة إلى أسماء قادة عسكريين هاجموا مدنيين. ووضعت حتى الآن 4 قوائم سرية للمشتبه بهم من الجانبين. وذكر بينيرو أنه من الممكن أن يتم استخدامها في يوم من الأيام في قضايا جرائم حرب. وأضاف بينيرو أن اللجنة لديها بيانات كذلك عن المسؤولين عن استخدام ما يعرف بالبرامج المتفجرة في المناطق السكنية، بالإضافة إلى أسماء المسؤولين عن جماعات مسلحة تستهدف مهاجمة المدنيين. وصف بينيرو أدلة الثبوت بأنها شاملة، لكنه قال إن ما ينقص هو الوسائل التي من خلالها يمكن تقديم المسؤولين إلى العدالة. يذكر أن فشل الجهود الرامية إلى إشراك المحكمة الجنائية الدولية في تعقب المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا يعزى حتى الآن إلى رفض روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي. وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 كانون الثاني وحتى 10 آذار شهدت تصعيداً في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الإسلاميين للهجوم. وذكرت اللجنة إن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى، مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح، كما عذبت بشدة المحتجزين. بينما استخدم مقاتلو المعارضة السيارات الملغومة وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف لمناطق مدنية أيضا في انتهاك للقانون الدولي.
وأضافت إن مقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش أعدمت محتجزين، ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة خلال الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من جماعة مسلحة أخرى مثل الجبهة الإسلامية. واستخدمت الدولة الإسلامية في العراق والشام مستشفى للأطفال في حلب كمقر للقيادة ومكان للاحتجاز. وعثر مقاتلون من جماعة أخرى في وقت لاحق على حقل للإعدام قرب المستشفى. وقالت اللجنة في الساعات والأيام التي سبقت الهجوم نفذ مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام إعدامات جماعية للمحتجزين فارتكبوا جرائم حرب. أعداد القتلى وأيضا مزاعم عن مقابر جماعية ذات صلة بعمليات الإعدام هذه ما زالت قيد التحقيق. ننتقل الآن إلى موقع أخبار العالم التركية الذي نشر مقالا بعنوان شعلة انطلقت شرارتها منذ 3 أعوام، قالت فيه شرارتها بدأت في مدينة درعا حيث قام الأمن باعتقال 15 طفلا إثر كتابتهم شعارات تنادي بالحرية وتطالب بإسقاط النظام على جدار مدرستهم بتاريخ 26 شباط 2011. في خضم ذلك كانت هناك دعوة للتظاهر على الفيسبوك استجاب لها مجموعة محدودة من الناشطين من حمص ودرعا ودمشق وحماة يوم الثلاثاء 15 آذار 2011 في دمشق. بعد ذلك ب3 أيام خرج ما يقرب من 200 شخص في مظاهرة في مدينة درعا الجنوبية إثر اعتقال أطفال درعا والإهانة التي تعرض لها أهاليهم، فجابهها النظام بالسلاح فقتل 2 وجرح 10. وتحولت المظاهرة لباقي الأسبوع إلى أحداث دامية في محيط المسجد العمري ومناطق أخرى من المدينة. قالت منظمات حقوقية إنها أدت إلى مقتل 100 محتج بنهاية الأسبوع. في 25 آذار انتشرت المظاهرات للمرة الأولى لتعم العديد من المدن السورية تحت شعار جمعة العزة لتشمل جبلة وحمص واللاذقية وحماة ومناطق عدة في دمشق وريفها. عملية عسكرية مكثفة وموسعة في درعا حصلت بقصد القضاء على الحركة الاحتجاجية في مهدها وتجديد إرسال رسالة إلى السوريين كافة توضح طريقته في التعامل مع أي شخص يحاول تحريك الركود الذي يعيشه البلد. وبعدها بأسبوع فقط بدأ الجيش عمليات أخرى في بانياس، بعدها بأيام في حمص متسببا بمقتل المزيد من المدنيين. لكن على عكس ما توقعه النظام انتشرت الاحتجاجات في مناطق متعددة من سوريا، واعتقد النظام أن العنف الذي مارسه لم يكن كافيا فوجد الحل بممارسة المزيد من العنف والإذلال للمحتجين تجلى بأوضح صوره في حادثة البيضة الشهيرة. المظاهرة التي كانت تخرج استمرت سلمية ولم يحمل فيها المتظاهرون أي نوع من أنواع الأسلحة لمدة 6 أشهر على الأقل. العنف الممنهج والممارس من قبل النظام تجاوز في حدوده كل الفظاعات التي يمكن لعقل بشري أن يدركها، وبات الدفاع عن النفس مطلبا ملحا إزاء تدخل الجيش والأمن. فبرزت ظاهرة انشقاقات من الجيش وتشكل حركة الضباط الأحرار بقيادة المقدم حسين هرموش، تله تشكيل الجيش الحر في أواسط شهر أيلول بقيادة رياض الأسعد. لكن مع ذلك لم يخوض الجيش أي معركة حقيقية حتى أواخر ذلك الشهر عند اندلاع معركة الرستن وتلبيسه وبدء اشتباكات عنيفة بينه وبين الجيش السوري النظامي أسفرت عن مقتل 10 من كلا الطرفين. كتائب وجبهات عديدة تواصل تشكلها ليزداد الوضع تعقيدا في ظل دعم سياسي روسي إيراني تطور لدعم القوة العسكرية المباشرة من خبراء روس وجنود إيرانيين ومقاتلين من حزب الله وميليشيات عراقية وغيرهم، وقدوم مئات المقاتلين المتشددين لمساندة المعارضين وصمت المجتمع الدولي. نواصل معكم مشاهدينا الكرام حديث الصحافة، وننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء حيث نشر مقالا لحمد الفراتي بعنوان من المسؤول عن سقوط يبرود، جاء فيه
تحت قيادة هزيلة للأركان عبر شهور مضت، نتج عنها تراجع كبير في الحراك العسكري الثوري، حيث هزمت داعش وتوسعت في المناطق المسيطر عليها، حيث كانت كتائب تناشد الأركان للدعم دون أن تجد أذنا صاغية. وبعد أن أقيل سليم إدريس نتيجة رؤيته الضيقة وقلة خبرته في إدارة الواقع العسكري على الأرض، إلى أن تمسك إدريس بالكرسي نتج عنه انقسامات بالأركان، وتلك الصراعات بين القادة أخرجته من الثورة نهائيا بعين الثوار. والنتيجة الحتمية لأي انقسامات في المؤسسة العسكرية هو انتصار الطرف الآخر، انطلاقا من مقولة نابليون بونابرت: قائد ضعيف يقود معركة أفضل من قائدين متصارعين. سقوط يبرود في يد النظام نتيجة لتلك الصراعات والانقسامات. ألا يجب أن يتحمل سليم إدريس نتيجة كل تلك الخسائر؟ انطلاقا من خسارة المناطق المحررة بيد تنظيم الدولة الإسلامية وتراجع الثوار هناك، وصولا إلى يبرود، لم يحمل عهد إدريس إلا مزيدا من الهزائم، وسيكون هناك المزيد إذا بقي الصراع بين إدريس وبقية القادة، والذي يدفع ضريبته هو المقاتلون على الأرض بزيادة عدد الشهداء وتقدم النظام هنا وهناك. ما هي قراءة سقوط يبرود في يد النظام؟ وما هي تداعيات سقوط يبرود؟ الخبير العسكري حاتم الراوي متحدثا: أولا، صراعات القادة في مثل هذا الظرف لا يعني إلا معنى واحدا، هم خارج هذه الثورة جملة وتفصيلا. سوريا أم الرجال وأم القادة، فإن كان حافظ أسد قد أقصاهم، فلا بد للثورة من إعادة النظر بأبنائها وهم كثر، ولا يقف الأمر عند شخص بعينه بالنسبة ليبرود. النظام يملك السماء وغض النظر الدولي، وبالتالي فهو يمتلك قوة تدميرية هائلة. في مثل حالة يبرود هو أمام ثلاثة خيارات: حرب العصابات وتعتمد على المواجهة والقتال القريب، الحرب طويلة الأمد واستنزاف قدرات العدو وإرهاقه، وبالتالي إيقاع خسائر كبيرة في صفوفه وإجباره على الاستسلام أو التراجع، الحرب القذرة وهي حرب الإبادة والأرض المحروقة. الخيار الأول والثاني يؤديان إلى خسائر كبيرة في صفوف النظام حسب المعطيات على الأرض، لقلة عناصره التي فقد معظمها خلال الثورة، ولضعف الخبرة والعقيدة القتالية لدى من تبقى منهم حيا، مما جعله يلجأ للخيار الثالث وهو الحرب القذرة كما تسمى في العلم العسكري، وهذه لا يمكن اللجوء إليها دون أخذ الموافقة الدولية. فتمكن من التقدم في أرض مدمرة، ومع ذلك فقد فاقت الخسائر في قواته كل حساباته وحسابات الخبراء العسكريين، وهذا بسبب أن المدافع هو ابن الأرض والذي أتقن التعامل معها متزودا بعقيدته، فهو صاحب الأرض وصاحب الحق. وبالتالي فالنتيجة وإن سجلت على أنها انتصار النظام بتقدمه على الأرض، إلا أن عدد القتلى أدى إلى حالة قلق واضطراب غير مسبوقة لدى أهالي مقاتليه في لبنان والعراق، ولا سيما أنهم من المتطوعين وليسوا جيشا نظاميا. والطائفة العلوية التي بدأت تقلق لسيرها خلف الأسد إلى الفناء وقد فقدت معظم أبنائها من جيل الشباب، هذا وإن فقدان العنصر البشري لدى النظام بدأ يحسب له ألف حساب. ننتقل الآن إلى جريدة عنب بلدي، حيث نشرت مقالا لمحمد حسام حلمي بعنوان الأسد والسكن اللائق والعدالة الاجتماعية. قال فيه: بحث الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين العاشر من آذار خطة إحداث منطقتين تنظيميتين في مدينة دمشق، بحيث تكون المنطقة الأولى في المزي وكفرسوسة، والثانية في منطقة اللوان والقدم الغربي والشرقي وعسالي ونهر عيشة وبيادر نادر والدحديل. وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التنفيذ فيما يتعلق بإنشاء البنى التحتية للمنطقة السكنية الأولى في المزي وكفرسوسة، كما تم بحث الخطوات التي قامت بها محافظة دمشق بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والوزارات لتنفيذ المشروع. وشدد الأسد على ضرورة وأهمية السرعة في إنشاء المشروع السكني الجديد، وأضاف أنه من الضروري الإعلان عن المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع وإبقاء المواطن السوري على اطلاع دائم على مراحل التنفيذ وسير العمل.
وأوضح الأسد أن أهمية المشروع تكمن في تأمين السكن اللائق للمواطن السوري، وأنه يسعى من خلاله إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، ويهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المباني المدمرة يقدر حسب مؤسسة رصد في سوريا ب3 مليون مبنى تضررت بدرجات متفاوتة، وتقدر تكلفة إعادة إعمار هذه المباني بمبلغ يزيد عن 35 مليار دولار، وتحتاج إلى 3 سنوات على الأقل لإعادة البناء، بينما تقدر التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار سوريا وتعويض المتضررين بحسب اقتصاديين سوريين بمبلغ 60 مليار دولار. في حين يعتبر الباحث الاقتصادي محي الدين قصار أن هذا المبلغ يعتبر متواضعاً جداً، ويقدر بعض الباحثين تكلفة إعادة الإعمار ب200 مليار دولار. بينما خصصت موازنة الحكومة لعام 2014 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين. وأضاف الأسد أن مثل هذه المشاريع تفتح مجالات واسعة للأيدي العاملة السورية خلال التنفيذ وأفاقا جديدة للعمل بعد إنجازها، لافتا إلى أهمية تعميم هذه التجربة ووضعها في إطار استراتيجية الدولة لعملية التنمية العمرانية وإعادة الإعمار في مختلف مناطق سوريا. ويذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا الإسكوا الصادر في مطلع العام 2014 أن 300 شخص يهجرون من بيوتهم كل ساعة، وأن 10,000 شخص يخسرون عملهم كل أسبوع، وأن سوريا تخسر 10 ملايين ليرة سورية كل دقيقة. يذكر أن أسلوب قصف المدن تطور من استخدام الصواريخ إلى استخدام البرامل المتفجرة التي تدمر أحياء بالكامل وتحدث دمارا كبيرا في البنية التحتية للمدن. فعن أي سكن لائق للمواطن وعن أي عدالة اجتماعية يتحدث الأسد؟ نصل معكم مشاهدينا إلى آخر مقالتنا في حلقة اليوم، حيث نشر موقع زمان الوصل مقالا لعدنان عبد الرزاق بعنوان يبرود سقطت، هذا ليس خبرا. قال فيه: سقطت يبرود ليس في علم الصحافة خبرا، ولكن أن تصمد 40 يوما ملا إكسير صمودا وبوجه الطيران والقصف اليومي وميليشيا حزب الله والأسد، فذاك ما علمونا أنه الخبر. دخل جيش الأسد يبرود منتصرا، أيضا هذا ليس خبرا. أما أن يقال عبر وسائل إعلامية ليست بعيدة عن رشا وسطوة النظام إن ميليشيا حزب الله دخلت يبرود وتساندها عصابة الأسد، فهذا هو الخبر الذي على الأرجح أن يمر دون ما تحليل، فأن يصل التدخل والقتل بل واستلاب قرار الأسد واحتلال سوريا الممانعة حدود أن يدخل حزب الله وتسانده، أجل تسانده، هكذا ورد الخبر. فهذا يدلل على ضرورة تبديل كلمة ثورة بحركة تحرر طويلة الأجل في واقع الاحتلال العلني الذي لم يعد يخجل حتى النظام، الذي لم يعد ليتطرق إلى السيادة الوطنية بعد بيعه السلاح لواشنطن واستثمارات النفط والغاز لموسكو والأرض للمشروع الفارسي الذي يأخذ من الشيعية مطية ليس إلا. وأن تتعثر مفاوضات جنيف ويعجز حتى الكبار عن بث روح جديدة فيها، فهذا ليس خبرا ببساطة لأن النظام الذي دفعته روسيا ليحضر جنيف أيضا وجهته موسكو والراسخون في السياسة والبيع والتفاوض منذ مفاوضات مدريد أيام الأسد الأب أن يذهب على مبدأ شرف الوثبة، فيغرق ويغرق الآخر بالتفاصيل والإرهاب، علما أن كلمة إرهاب لم تكو على جدول جنيف 2 ولا خلال الدعوات للحضور، بل كانت كلمة العنف. أما الخبر أن يأتي الأخضر الإبراهيمي اليوم لطهران لعلمه اليقين أن آية الله وصحبه هم أصحاب القرار بدمشق وإن كثرت الدماء واللاعبون. قصار القول، أعتقد أن من المراهقة الغرق في تحرير حاجز وسقوط قرية
رغم الدلالات الكبيرة، وخاصة لمناطق كما في حمص المدينة والقصير ويبرود، لأن الملهات التي جر السوريين لمتاهاتها هي التحرير، بل والتحرير من أكثر الخدع التي مورست على الثورة، ليس لأنه تحرير شكلي في واقع قدرة أذرع النظام النارية أن تطال المناطق المحررة فحسب، بل لأن هذه الخديعة وزعت القوى وأغرقت البعض في فخ الإغراءات ليمارسوا عقدهم في السطو والسلطة، ويحول الثورة إلى ممالك ويتحول إلى أمراء حرب. وأخص في واقع منع الثوار من القريب قبل الغريب من فتح جبهات قد تغير كامل المعادلة، وجبهة الساحل مثلا. خلاصة القول: لم تسقط درة القلمون حتى أسقطت معها كل الأقنعة، فبسقوطها سقطت ورقة التوت عن عيوب الائتلاف، ليس من قبيل الاتهامية وكشف بذخه وارتباطه وتقصيره بمساندة الثوار في يبرود ومده بأسباب الصمود والنصر، بل لأنه غير كفء لقيادة ثورة بهذا الحجم. فيوما تلو آخر يؤكد هذا الجسد السياسي أنه مريض بذهنية النظام وأنه غارق، فما لا يمكن أن يتأتى عنه تحرير وإسقاط ونصر. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.